أهلا وسهلا معكم ميرنا بيروتي، مصممة حقائب. بدي رحب بسيدتي نت، وهلأ رح ورجيكم آخر كولكشن من تصاميمي 2011. كوننا نحن هلأ بالموسم الصيفي، صممت الجدين للبحر ألوان صيفية. هيدا هو جزدان البحر، تصميمي تبعت 2011، ومعمول من قش وملبس ببلاستيك، ومن جوا كمان ملبس ببلاستيك بس لون غير مختلف عن بس متناسق مع القش اللي برا. وعامل كل الالوان منهم، عامل موديلين اللي مع القشاط واللي مع الريبون البابيون. يعني الامرأة عندها خيارين بين القشاط والبابيون، وحجمهم يعني بساع كل شيء من المنشفة للتروس للأشياء للبحر، وبينعمل أي لون منهم. آخر كلمة بحب أقولها، بحب أتشكركم وتابعوني على سيدتي نت. ميرسي، باي، ثانك يو.